الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع القصير والمكثف ظاهرة التضخم حسب النظرية الكمية للنقود Inflation according to the quantity theory of money. أرجو أن يكون فيه الفائدة لكم جميعا، وعلى بركة الله نبدأ. هناك عدة أشكال لظاهرة التضخم، وقد شرحنا في مقطع سابق أو مقاطع سابقة التضخم بسبب زيادة الطلب الكلي demand pull inflation، والتضخم بسبب ارتفاع التكاليف cost push inflation، وشرحنا ببساطة ما يسمى بالتضخم النقدي money inflation. إن شاء الله تعالى أقدم في المستقبل القريب ما يسمى التضخم البنيوي structural inflation. أقدم في هذا المقطع القصير شرحا مبسطا لظاهرة التضخم حسب النظرية الكمية للنقود، وهي الظاهرة التي رصدتها على الأقل من خلال البيانات التاريخية للسنوات الأربع الماضية، أخذت شهريا وأرباعا لاقتصاد الولايات المتحدة، اقتصاد أوروبا الغربي، والاقتصاد الأردني. نستخدم المعادلة البسيطة الآتية لكمية النقود quantity of money حسب رأي عالم الاقتصاد إيربين فيشر. هذه الآن المعادلة البسيطة بيقول لي M في V، M هي عبارة عن كمية النقود، V هي عبارة عن سرعة تداول النقود، كم كل وحدة نقد كم مرة يتم تداولها خلال فترة زمنية المعنية. الآن هذه الآن كمية النقود، وفي اللي هي سرعة تداول النقود، هذه حاصل ضرب M في V تساوي price اللي هو مستوى الأسعار في قيمة الإنتاج. هذا الآن مستوى الأسعار، وهنا عندي قيمة الإنتاج الكلي، اللهم قيمة الإنتاج الكلي. الآن بحسبة بسيطة، أي إذا جعلنا فقط P مستوى الأسعار في طرف لوحده، تنتج هذه المعادلة. هذه المعادلة M ضرب في مقسم على Y تساوي P، M في V اللي هو حاصل ضرب الآن كمية النقود في سرعة تداول النقود مقسم على قيمة الإنتاج تساوي الأسعار. إذن الآن الأسعار ترتبط ارتباط وثيق بتغير أحد أو كل أو جزء من هذه المتغيرات الثلاثة، واحد منها أو اثنين أو ثلاثة. نتابع الشكل الأخير المعادلة، هذا هو الشكل الأخير، M ضرب V مقسم على Y. هنا عندي كمية النقود، سرعة تداول كل وحدة نقد، هنا قيمة الإنتاج الكلي تساوي مستوى الأسعار. بحسب البيانات التاريخية لم ترتفع قيمة الإنتاج الكلي في أي دولة إلا ضمن الحدود المعقولة 1-6%، يعني سنويا، ولو ارتفعت بأكثر من ذلك يكون أداء الاقتصاد قد وصل إلى مستويات ممتازة لكنها ليست مستدامة، خاصة بعد الكورونا. الآن تحدث هناك عدة مسارات ممكنة إذا افترضنا ثبات أحد متغيرات المعادلة في الطرف الأيمن منها. يمكن تصور يعني هذه المسارات كما يلي. هذا المسار الأول، هنا إذا ارتفعت كمية النقود ارتفاع هذا وبقيت الآن التسارع V وY ثابتان، بقي ثابتان الآن، فهذا ينتج عنه ارتفاع في الأسعار. مهم جدا الآن إذا ارتفعت كمية النقود في الاقتصاد مع بقاء الإنتاج الكلي ثابت وسرعة التداول ثابتة، فإن الآن الأسعار قد ترتفع لعدة أسباب، إنه والله النقود كثيرة، وبالتالي الآن حتى لو بقيت سرعة التداول ثابتة فلأنها كثيرة الآن ترتفع الأسعار، يعني تنخفض القيمة القوة الشرائية لوحدة النقد. الآن إذا ارتفعت الآن في مقابل ذلك إذا سرعة تداول النقود ارتفع، بقي الآن كمية النقود ثابتة عند مستوى معين، كمية إنتاج ثابتة، فإن ذلك يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. هذا يعني هذا المسار الأول، هذا المسار الثاني. المسار الثالث الآن إذا انخفضت قيمة الإنتاج الكلي واي انخفضت وبقيت الآن كمية النقود ثابتة وسرعة تداولها ثابت، هذا يعني بأن الأسعار سترتفع حتما. السيناريو الأخير والرابع، نكون قد انتهينا من هذا المقطع، إذا ارتفعت قيمة الإنتاج لاحظولي زائد أنه الآن في وأم ارتفعت، يعتمد الآن هنا وضعت هاي الإشارة أنه غير لا يقيني، الآن الأسعار قد ترتفع أو تبقى كما هي، يعتمد الآن على سرعة التداول، فكمية الإنتاج فعلا زادت أدى ذلك إلى زيادة الدخل، لكن لا نعرف إذا كان نسبة سرعة هذه أو نسبة نموها أعلى من سرعة وزيادة الإنتاج الكلي، أو كمية النقود ارتفعت بمقادير ونسب أعلى من زيادة الإنتاج الكلي، معنى ذلك يكون ربما ترتفع الأسعار لكنها لن تنخفض بهذه الحالة.
أكون بداية قد انتهيت من هذا المقطع السريع، راجع أن أكون قدمت لكم الفائدة، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.